أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نتناول فيها التعقيدات التي تشهدها الموانئ اليمنية وتؤثر على حركة وصول المساعدات الإنسانية إليها. لا يزال الجدل قائما حول تلاعب ومتاجرة ميليشيا الحوثي بالمساعدات الإنسانية وثبوت تورطها في غسيل المعونات وتوزيعها على غير المستحقين. يتزامن ذلك مع استمرار التعقيدات التي تشهدها موانئ عدن والازدحام الذي تشهده مرافقها الأمر الذي يؤثر بشكل أو بآخر على حركة المعونات وسلاسة وصولها إلى المتضررين من المجاعة في اليمن. برنامج الغذاء العالمي أشار مؤخرا إلى أنه اضطر إلى تحويل طريق عدد من المساعدات إلى ميناء صلالة في عمان. في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث نتناول هذا الموضوع في محورين: الأهمية التي يمثلها ميناءي الحديدة وعدن لوصول المساعدات، وكذا للحركة الاقتصادية المتصلة بحياة الناس ومعيشتهم، وما هي التحديات التي قد تؤثر على طبيعة وصول المساعدات الإغاثية. نبدأ النقاش بعد التقرير. في ظل تفاقم الوضع الإنساني الذي يزداد سوءا وتصفه تقارير الأمم المتحدة بالأسوأ عالميا، تتزايد الأسئلة حول طبيعة وصول المساعدات الإغاثية إلى اليمن، وما إذا كانت فعلا تصل إلى مستحقيها. الأمم المتحدة عبر قنواتها الرسمية تحدثت أكثر من مرة عن قيود يفرضها التحالف في موانئ الحديدة وكذا الازدحام في ميناء عدن، ما يؤدي إلى تأخير السفن التي تحمل الوقود والمساعدات وتحويل طرقها كخيار وحيد إلى صلالة بسلطنة عمان، وبالتالي نقلها برا، وتعتبر ذلك انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية طلب مجلس الأمن الدولي بدعم وصول قوافل الأمم المتحدة إلى المواطنين في اليمن، وتحدث عن طبيعة العراقيل التي قد تتسبب في تأخير وصول المساعدات وتعيق الحركة التجارية التي انخفضت بشكل ملحوظ مؤخرا. قيود على الصادرات تعني أن أي شحنة في مستوعبات تجارية لم تدخل الحديدة منذ أكثر من شهر، وفضلا عن الازدحام في مانئ عدن الذي لازال مشكلة كبيرة على الرغم من التقدم الأخير، فأن برنامج الأغذية العالمي يقول أن 500 حاوية لازالت عالقة في مانئ عدن وفي بعض الحالات في ميناء عدن، وفي بعض الحالات فقد اضطروا إلى إعادة تحديد مسلك الشحنة عبر صلالة في عمان، وبعد إذن كانت التكلفة كبيرة. الإجراءات البيروقراطية المعقدة في موانئ عدن وكذا الإجراءات التي يفرضها الحوثيون على حركة الاستيراد والتصدير عبر ميناء الحديدة تنعكس مباشرة على الوضع الإنساني والاقتصادي، وتؤثر أيضاً على آلية إنقاذ المتضررين من سوء التغذية، خصوصاً في ظل تلاعب ميليشيا الحوثي الانقلابية بالمساعدات التي تصل عبر ميناء الحديدة الذي يستقبل أكثر من 70% من الحركة التجارية ونفس النسبة من المساعدات الإغاثية. أبدأ النقاش مع ضيفي من العاصمة السعودية الرياض المحامي علي هزازي، رئيس منظمة سواسية للعدالة والتنمية. أهلاً بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بكم وبجميع مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. انطلاقا من حديث مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بالأمس في جلسة مجلس الأمن المخصصة لليمن، تحدث عن تعقيدات وتحديات تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها. بالنسبة لك كيف تبدو هذه التعقيدات وما هي أبرز هذه التحديات حتى الآن؟ المتابع للمشهد وخاصة التنامي الديناميكي الأخير في مسألة المساعدات الإنسانية ومسألة هذا الملف اللي ألقى بظلال كبيرة على الأزمة اليمنية يتجلى بوضوح مدى تلاعب جماعة الحوثي بهذا الملف واستعطاف أيضا المجتمع الدولي من ناحية. أيضا كلنا تابع البيان الذي أصدرته منظمة الغذاء العالمي على موقعها، أيضا الفضيحة التي أسميها الكارثية في حق العمل الإنساني.
التلاعب بالمساعدات الإنسانية. هناك كثير من النقابات، من صحيفة الثورة وبعض النقابات والاتحادات، بعض الوزارات التي كان مخصص لها مساعدات إنسانية من برنامج الغذاء العالمي، لكن ما شاهدناه أو رأيناه أنه وما كشفوا قبل أن تكشفوا أيضا منظمة الغذاء العالمي، كشفوا نشطاء حقوق إنسان وصحفيين، تلاعب جماعة الحوثي بهذه الكشوفات. بلا شك نحن ننتظر أيضا التحقيق التي دعت إليه منظمة الغذاء العالمي، ونشير أيضا إلى أنه المسؤولية مسؤولية منظمة الغذاء العالمي أن مثل هذه الممارسات. العمل الإنساني واحد من الملفات التي استخدمت في الأزمة اليمنية واتخذت كصوت ضد الحكومة الشرعية، بينما المتلاعب الحقيقي بهذا الملف جماعة الحوثي من خلال ما ذكرناه سابقا، وأيضا من خلال استعطاف المجتمع الدولي بما يسمى ميناء الحديدة. ميناء الحديدة اليوم الحكومة الشرعية قدمت العديد من التنازلات في سبيل أن تمر هذه المساعدات الإنسانية بأمان، لكن نشاهد كثير من التعقيدات، منها أيضا تعقيدات على أرض الواقع وعدم تطبيق اتفاق ستوكهولم، منها أيضا تعقيدات بما يخص الحريق الأخير الذي اندلأ في مخازن الغذاء العالمي، ومن قبله أيضا حريق اندلأ في المخازن الغذاء، وغيرها من التعقيدات. السفن التي لم يسمح لها وما زالت محتجزة في ميناء الحديدة منذ أشهر، وتعطيل أيضا مرور السفن، غيرها من التعقيدات التي تفرضها جماعة الحوثي، مما يعتبر في القانون الدولي جريمة، وهي منع المساعدات الإنسانية. طيب، لكن مارك لوكوك أيضا أشار إلى تحديات وتعقيدات ربما هي في ملعب الحكومة الشرعية والتحالف، ماذا عن هذه التعقيدات بالنسبة لك وأهميتها؟ الحكومة الشرعية زار جريفيث بالأمس العاصمة الرياض، والتقى فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وطلب تمديد. هناك مماطلة من جماعة الحوثي في تنفيذ الاتفاق، وهناك أيضا تلاعب واضح في تفسير نصوص الاتفاق من قبل هذه الجماعة، بينما نصوص الاتفاق واضحة بتسليم إدارة الحديدة للحكومة الشرعية، وقد نص على ذلك صراحة عندما قال المسار القانوني الصحيح وفق القانون اليمني. من هو وفق القانون اليمني؟ جماعة الحكومة الشرعية أم جماعة الحوثي؟ الحكومة الشرعية، لو عدنا إلى الاتفاق، لو عدنا إلى القرار 2216، أشار إلى أنه الحكومة الشرعية هي من لها الحق في إدارته، على الجماعة الحوثي تسليم كل المؤسسات التي استولت عليها. المسألة واضحة ومفروغ منها تماما. طيب، سأعود لك أستاذ علي، أشرك معنا بالنقاش أيضا من عدن منسق عام الإغاثة الأستاذ جمال بلفقي. أهلا بك أستاذ جمال. أستاذ جمال تسمعني؟ يسمعك. أستاذ جمال، نبدأ بالحديث عن حركة وصول المساعدات الإغاثية اليمن، كيف تبدو لكم وما آلية إيصالها لمستحقيها في عموم محافظات البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العمل الإغاثي بشكل عام، سواء كان من التحالف العربي للولايات المتحدة السعودية، أو سواء كتريك عن طريق المنظمات الدولية. طبعا سير الإغاثات بشكل عام هي غالبا توصل في عن طريق الممرات اللي هي ممر اللي تستخدمه التحالف العربي، أو عن طريق من عدن ومن الحديدة بشكل أساسي. طبعا اللي يضاف تقريبا 80% من الإغاثات اللي تابعة للأمم المتحدة تروح عن طريق مينا الحوثي، لكن لوجود بعض الإشكاليات الموجودة هناك في محافظة الحديدة وكذلك يعني الأمور ما تكون بشكل كبير، ربما الأمم المتحدة لن تستخدمها في عملية الضغط أو إرسال مساعدات للأشخاص اللي هم محاطين في عدة مناطق، سواء كان في المناطق اللي هي في النزاع أو في المناطق التي تحتاج للحوثي اللي هي بعيدة عن محافظة الحديدة والمحافظة المجاورة. أما بالنسبة لمحافظة عدن، التحالف العربي اللي يقوم بعملية المساعدات عبر شركائهم بشكل عام اللي هم محددين،
ستوصل للإسعافات على حسب احتياجات الاتحاد اللي نرفعها نحن ونحدد أين تروح هذه الإسعافات، وباشرة تنفذ العمليات الإغاثية عن طريق السلطات المحلية في جميع المحافظات على سلطة الحكومة الشرعية. طيب هذا بالنسبة للمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ماذا عن مستوى التنسيق وحجم التنسيق بينكم وبين الجهات ربما التي تكون شركاء لكم في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؟ هل هناك تنسيق ويصل المساعدة لتلك المناطق من خلالكم؟ طبعا هي للأسف الشديد ان المنظمات الدولية هي عندهم شركاء الذي هي حوالي تقريبا 25 منظمة محلية، وزيها منظمة اللي هي يعني الأوروبية. للأسف الشديد الاختلافات اللي تحصل هناك، لأن المنظمات المحلية غالبا كلها تابعة تسيطر عليها القيادات الحوثية. الإغاثة توصل للمواطنين بالطريقة اللي احنا الذي تلبي احتياجهم. ولهذا بيان برنامج غدا العالمي وبرنامج المدير التنفيذي اوضح انه من 4 سنوات كانت عمليه النهب وعمليه السرقه كانت منتظمه لسرقه الاغاثه زي ما وصفه المدير التنفيذي اخذ الطعام من افواه الجائعين. وطبعا هذه الاشياء نحن في 2019 نحن عملنا اليه معينه في العمل، طبعا هو بتوجيهات فخامه الرئيس عبد الله المنصور هذه أن يكون لا مركزية في العمل الإنساني الغاثي، وأن توصل جميع الإغاثات اللي جميع أنحاء الجمهورية عن طريق الاستفادة من 22 منفذ بري بحري وجوي، وعن طريق شركاء نحن نختارها لهم الذي ممكن تساعدهم في إيصال المساعدات في جميع مناطق الجمهورية وجميع الدستور الآن. طيب سأعود لك أستاذ جمال، أعود مرة أخرى للأستاذ علي. طيب أستاذ علي هزازي، باعتقادك ما الذي يمنع اليوم الأمم المتحدة من نقل مخازن الإغاثة في الحديدة إلى عدن في ظل الحديث عن تلاعب الميليشيا بهذه المساعدات؟ أخي العزيز، اليوم لم يعد هناك أي عذر لمنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها، منها برنامج الغذاء العالمي، اليونسيف وغيرها من المنظمات العاملة التي تركز عملها في صنعاء وبالشراكة أيضا مع منظمات تابعة للحوثي كما أسلف الأخ جمال. هذه معلومات حقيقية نحن ندركها. المنظمات التي تسيطر عليها الشرعية العمل محدود جدا من المنظمات الدولية إن لم يكن غائبا. في منطقة مثل مأرب يتركز فيها ما يقارب 3 مليون نسمة، تجد غياب شبه تام للمنظمات الدولية في أيضا الجوف وغيرها من المحافظات، إلا من النظر اليسير لبعض المشاريع البسيطة التي لا تغطي احتياجات السكان المدنيين. هذه إشكالية كبيرة جدا نضعها اليوم أيضا في ظل التلاعب بالمساعدات الإنسانية، وهذه الورقة الأخيرة التي انكشفت أيضا في ظل الضغط الذي تمارسه جماعة الحوثي على المنظمات الدولية وعلى تقاريرها وعلى كل شيء باعتبارها خاضعة في المربع التي تسيطر عليه هذه الميليشيات. اليوم هذه الأسباب كلها تدعونا إلى أن ندعو الأمم المتحدة، وأيضا نحن من الحكومة الشرعية أيضا سنبذل قصارى الجهود في سبيل إعادة الآليات التي تعمل بها الأمم المتحدة في صنعاء إلى إشراك الحكومة الشرعية وإشرافها على مثل هذه البرامج، وهذا هو الحق الطبيعي وخاصة اليوم في ظل سيطرة الحكومة الشرعية على ما يقارب 85% أو 83% من أراضي الجمهورية اليمنية. طيب أعود للأستاذ جمال. أستاذ جمال، هناك أيضا في مقابل الاتهامات الموجهة لميليشيا الحوثي بأنها تتلاعب بالمساعدات، أيضا هناك ادعاءات من قبل ميليشيا الحوثي أن المساعدات الموجودة في مناطق سيطرة الشرعية والتحالف يتم أيضا التلاعب بها وغسيلها وبيعها في السوق السوداء، ما ردكم على هذه الاتهامات؟ طبعا هي بالنسبه للعمل الانساني الغاثي، طبعا هي سرقت الاغاثه من جنس الميليشيات عن طريق الحوثي هي عباره جبت سنه وقت. عندما احنا اصدرنا بيان رسمي في بدايه يناير ارصدنا فيه 185 انتهاك من ميليشيات الحوثي، سواء كانت 88 سفينه منها تبغون 4 سفن تم تفجيرها و4 جهازات تم تفجيرها، وكذلك حوالي 697 شاحنة تم صادرتها. المناطق طبعا الدعايات الموجودة بالنسبة للشرعية
هي جت تحصل من بالنسبه لعمليه التوزيع، هي غالبا تتم عن طريق شركاء التحالف العربي الاتحاد الدوليه، حتى نحن نعيد بعض المنظمات التي تتعامل مع برنامج الغذاء العالمي علينا احكيها ملاحظات. وعدم التنظيم العمل الانساني والغاثي عن طريق اللجنه العليا للغاثه عن الحكومه الشرعيه المتحده العضو الشرعيه تحصل اختلالات، لكن كباحث بتصير الشيء قد يكون المواطنين اللي يدوروا هذه الغاثات بحسب استعداد الشفره، لكن كبيع مباشر بالنسبه زي ما بيحصل او بيعها في السوق السوداء لن يحصل هذا الشيء، لانه تكون تحت اشراف السلطات المحليه وتسليمها بوجود مثلا التحالف العربي الامريكي بالذات الهلال الاحمر الاماراتي بفريق عمل متكامل تابع للهلال الاماراتي يستهدفها مباشره المواطنين. طيب أستاذ علي، مارك لوكوك بالأمس أشار إلى وجود تعقيدات وإجراءات اضطرت برنامج الغذاء العالمي لتحويل مسار شحنات مساعدة من ميناء عدن إلى صلالة في عمان. برأيك ما الذي يبرر هذه التعقيدات؟ التعقيدات الأخيرة كما أسلفنا هي تعقيدات تتعلق بجماعة الحوثي، وليس هذا مبررا على أنه من المساعدات على اليمنيين ككل بسبب انتهاكات الحوثي. لكن ميناء عدن ليس تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، ميناء عدن تحت سيطرة الحكومة والتحالف. بلا شك انه الميناء عدن تحت سيطره التحالف، لكن لم يبلغ نوع التعقيدات وهل هو من المطار ام انه البرنامج الغذاء العالمي هو من قام بتحويل مسار هذه الشحنات. لا يتم اعتراض اي شيء يتعلق بالمساعدات الانسانيه، هناك تسهيلات كبيره تقدم من الحكومه الشرعيه فيما يخص برنامج الغذاء العالمي او غيره من البرامج التي تتبع الامم المتحده سواء اليونسيف او غيرها، رغم ما ناخذ عليها من ملاحظات. طيب استاذ جمال بالفقي، ما ذكره مارك لوكوك بالامس حول اضطرارهم لتحويل بعض الشحنات من ميناء عدن الى ميناء مسقط، يبرز هنا سؤال: لماذا لا تعطى هذه الشحنات وهذه المساعدات الأولوية في التفريق في ميناء عدن ويتم التعامل معها بشكل استثنائي في إطار كسب المزيد من ثقة المنظمات الدولية وتعزيز كفاءة المنظمات العاملة في صف الشرعية والتحالف؟ طبعا بالعكس، تم صدار بيان رسمي من ميناء عدن عن طريق الجهاز التنفيذي، وكذلك نحن تابعنا عملية الحاله التي تتكلم عنها الاخ الميكرويف بعمليه تحليلها. هي الحقيقه طبعا هذا الموضوع ليس له صحه، لان الاجراءات اللي تمت اولا نقل المساعدات من هم تواطؤ من منظمه الغذاء العالمي ليس من الحكومه، قدمنا جميع التسهيلات لهم واعطيناهم استودعات داخل الميناء، والان نحن سنقدم لهم مساحات كبيره عبر الافكار لعمل استودعات لهم، نحن نعمل بجميع التسهيلات الان، انما ولا اي مستودعات. الدليل على ذلك ان جميع التجار وجميع رجال الاعمال اليوميه توصل المساعدات اليوم لا تتاخر خلال 24 ساعه، لكن التواصل ليس من الحكومه اليمنيه وليس من عمليه منعهم او رفضهم. يعني انا اعيد لك للوراء، سنه 2015 كانت حوالي 600 شاحنه في 2015، يمكن هذه المعلومه في الاول مره اذكرها، كانت موجوده حوالي 600 كونتينر او حاوي موجوده في زخم الحرب، لا نعرف عنها شيء، لكن بعد الحرب مباشره طلب منها تدفعها وطلب الاعفاء من عمليه الارضيات على الحاويات. نحن توسطنا لهم عن طريق الحكومه وعن طريق فخامه الرئيس، وتم يعني خروجها بالرغم انه كان في هذه الفتره في محافظه عدن كان نحن في اشد الحاجه لهذه المساعدات، فاخذوا منها حوالي 240 حاويه، بقيه الحاويه اليوم طلبوا خروجها مره اخرى بعد 4 شهور وهي موجوده في 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 داخل ميناء عدن لاخراجها. نحن طلبنا منهم بان لن الاخراج الا ببعثها بانها استعلنت صالحا للاستخدام الادمي. نحن في ميناء عدن في الحكومه الشرعيه نحاول قدر المستطاع نعمل جميع
الاجراءات التي تسهل على الانسان الغالي، ونحن مستعدين لاستقبال اي شحنات قادمه من اي منظمه لتسهيل عملها. لكن الشيء الوحيد اللي نحن نطلبه من المنظمات الدوليه ان تاتي وتاتيها الى داخل عدن، ليكون في اي مشكله او اي اشكاليه تحصل يكون تتم عليها بالسرعه وفي اللحظه التي تتم فيها عمليه الاجراءات. طيب استاذ جمال، تقول مستعدين لاستقبال اي مساعدات، طيب ما هي المعلومات المتوفره لديكم حول هذه المساعدات التي تم تحويلها من ميناء عدن الى صلاله؟ هل لديكم علم كان بهذه الشحنات؟ هي 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 هي, 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 هي اللي تمت المساعدات احيانا يكون دخول الظواهر او دخول الظواهر تكون فيها زحمه. طيب ايضا من التعقيدات التي تحدث عنها مارك لوكوك بالامس انه ربما 500 شاحنة ما زالت معلقة إجراءاتها في ميناء عدن، هل لديكم أي معلومات عنها؟ لا ما فيش لا توجد أي حاجة على الإجراءات، إن هذا كان في يعني إجراءات بسيطة، إنما بالنسبة لنا ميناء المعلق فتح بشكل عام، وخاصة مع إيصال الرافعات التي ترفع من ضبة خروج السيارات الحاويات بسرعة في ميناء المعلق يستخدموها بشكل سريع. الحاويات دائما تستمر تخرج كميات كبيرة، والميناء يشتغل 24 ساعة، إذا كان هو حولوها لداخل ميناء صلالة تريد أن تدخلها عن طريق يعني الطريق البري، وهي من ضمن الأشياء اللي نحن رفعناها أنه ممكن يستخدموها عن طريق يمكن تكون الشواحن اللي تتحول هناك لإيصالها لمحافظة مارب ومحافظة حضرموت ووجلين حضرموت بشكل عام، يعني تكون أسهل الإجراءات لهم ممكن تكون عملية الترفيه تكون أقل. ليس لها علاقة في عملية المعرفة أو في حاجة علاقة. أشكرك جزيلا أستاذ جمال بالفقي، منسق عام الإغاثة، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. أعود لأختم مع الأستاذ علي هزازي من الرياض. أستاذ علي، بعد ما حدث من كشف لحقائق من قبل برنامج الغذاء العالمي وإحاطة مارك لوكوك، هل تعتقد أن يحصل تبدل في موقف وتعاطي المنظمات الدولية مع الملف الإنساني والإغاثي في اليمن؟ الأصل هذا هو المطلوب أخي العزيز، أنه يتبدل موقف هذه المنظمات الدولية، وخاصة أنه هذه الجماعة التي يعمل في إطار هذه المنظمات الدولية لم تعد أمينة على مثل هذه المساعدات. هي من قبل ليست أمينة، لكن الآن اتضح بما لا يدع مجالا للشك للمجتمع الدولي للمتابعين، وأصبحت أيضا القضية قضية رأي عام على المنظمات الدولية من أجل كسب مصداقيتها، أيضا أن تثبت أن تتعامل مع كل الأطراف، وأن تحاول أيضا إيصال هذه المساعدات الإنسانية إلى الجميع على قدم المساواة. نحن في الحكومة الشرعية لا نطالب بأكثر من أن تصل هذه المساعدات الإنسانية إلى المستحقين. لسنا في يوم من الأيام لم نكن ضد أن تصل هذه المساعدات الإنسانية أو أن يستأثر بها الحكومة الشرعية، لكن بالأس كانت المنظمات الدولية تتعامل مع صنعاء باعتبارها المركز، وهذه إشكالية كبيرة. نحن اليوم سنبذل قصارى الجهد في سبيل أن توزع هذه المساعدات الإنسانية بآليات تكفل وصولها إلى المستحقين. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي هزازي، رئيس منظمة سواسية العدالة والتنمية. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث، في الختام تحت منتج حلقة هذا المساء زميل وديع عطاء وكافة الزملاء في أمان الله.